صراحة لو محل رئيس مجلس النواب بسكر أبواب القبة وبحكي ما حدا بيطلع إلا نستجيب لرغبات وتطلعات الشعب الأردني. الآن الشعب موجوع. احنا تحت القبة، الناس اللي برا القبة اللي بيتأملوا فينا بتوقعوا انه احنا نعبر عن وجعهم وعن ألمهم. أنا أطلب بإلغاء الحظر والسماح بأداء جميع الصلوات في المساجد. شكراً. لكي لا نحارب عيش المواطن الأردني. شكراً. ولا نحارب هويته.